وسنواصل مشوارنا الصباحي بهالحلقة، حلقة يوم الأربعاء، يعني مع نهاية هالأسبوع ونهاية شهر آذار. إن شاء الله هيك طاقتكم اليوم تكون كتير حلوة. وصلنا معكم لأول استضافاتنا لهذه الحلقة، ورح نتحدث عن ورشة العمل الاقتصادية الأردنية وقطاع الأدوية والرعاية الصحية في الأردن. رح نشوف كيف كانت هالورشة ونتعرف على تحديات قطاع الرعاية الصحية صحيح. وأيضا قطاع منتجي الأدوية. اليوم الدكتورة فادية سمارة، المؤسس والمدير التنفيذي لمبادرة همتنا، موجودة معنا. أهلا وسهلا فيكي، شاركتي في قطاع الرعاية الصحية في هالورشة الاقتصادية. سعداء جدا بوجودك معنا اليوم. وأيضا الدكتورة حنان لسبول، الأمين العام للاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية، شاركتي أيضا في قطاع الأدوية في هذه الورشة الاقتصادية. سعداء جدا بوجودكم معنا لليوم، والله يعطيكم ألف عافية. شكراً. يعني أسابيع من العمل الطويل والاجتماعات وورشة عمل أكيد ثرية. الحمد لله. كانت رائعة. شكرا لصدقتنا. احنا اكيد فخورين انكم موجودين معنا، وفخورين بتواجدكم بورشة الاقتصادية، وهذا يعني انه دور المرأة اصبح فعال في الوطن العزيز. طيب بالبداية خلينا نبلش بالتحديات والصعوبات اللي بيواجهها القطاع الصحي، ورح نبلش معك دكتورة فادية، تفضلي. في الحقيقة التحديات اللي بيواجهها القطاع الصحي هي تحديات خارجية، خارجة عن قدراتنا وإرادتنا، وتحديات هي خاصة بالقطاع الصحي. في التحديات الخارجية بتشمل زيادة الأعداد السكانية، حتى اللي كان سببها وانتم عارفين الهجرة القسرية بسبب الحروب اللي كانت في الإقليم، وأيضا مما أدى لزيادة الطلب على الخدمات والرعاية الصحية في الأردن. وكمان كان عندنا تحديات أخرى بشأن جائحة كورونا، زي ما شفتوا، وخاصة في ظل الضعف أو النتائج الاقتصادية اللي أثرت فيها على بلدنا وعلى كل العالم كمان. وفي تحديات تخص كمان زيادة عبء الأمراض المزمنة في الأردن، وهي أدت كمان إلى زيادة الكلف العلاجية، الكلف الخدمة الصحية والعلاجية اللي هي أصلاً زادت بكل العالم. هاي كلها كانت تحديات خارجية وما زالت يعني إحنا منواجهها. والتحديات اللي بتخص خصوصية، إلها خصوصية للقطاع الصحي، اللي هي في مصطلح دائماً بقول الشرذمة وتشتت مكونات القطاع الصحي. ما في جهة موحدة بتقوم بتنظيم القطاع الصحي والرقابة والتخطيط، وهذا كتير بضعف القطاع الصحي، وهو من التحديات اللي كتير حكينا عنها بالورشة الاقتصادية. كمان وعندنا كمان تحديات بتتعلق بالسياسات الصحية، عندنا تحديات بتتعلق بضعف الرعاية الصحية الأولية اللي هي لازم تكون بوابة للخدمات الصحية في الأردن. حكينا عن ضعف الحوكمة كمان، أيضا الموارد أو كمان اللي هم الكوادر بتأدي الخدمة الصحية والرعاية الصحية، بتفتقر للتدريب، للتأهيل، للتنظيم، لحسن التوزيع أيضا. ويعني كتير في تحديات، لكن هاي أبرز التحديات اللي تم الحديث عنها في ورشة العمل الاقتصادية. دكتورة فادية، أكيد حديثنا سيطول فيما يتعلق بهذه التحديات والممكنات اللي خرجت فيها في هذه الورشة، لكن اسمحي لي أنتقل لإلك دكتورة. وهنا دعينا نتحدث عن قطاع الصناعات الدوائية، وهو قطاع يعني واعد جدا. نعم. كتير بحب أسمع منك تقييمك لهالقطاع، كيف بتشوفيه بهالفترة وبهالأيام؟ قطاع الصناعة الدوائية هو قطاع حيوي ومهم في المملكة، وأهميته بتنبع من ناحيتين. الناحية الأولى أهميته من حيث تحقيق الأمن الدوائي. نعم. وخلال جائحة كورونا كان أكبر دليل ووضوح لأهمية هذا القطاع. يعني مزبوط. في الوقت اللي كتير من الدول منعت تصدير الدواء حتى تسد حاجة مواطنينها، دوانا الأردني سد حاجة المواطنين في كل الأمراض المزمنة، الضغط والسكري والقلب، وأيضا العلاجات اللي كانت ضرورية للكورونا، يعني حتى للأدوية التخدير بالمضادات الحيوية. فكل الأدوية الحمد لله ما انقطعنا، كان اكتفاء ذاتي ومحلي، كان اكتفاء ذاتي لأنه إحنا بنخلي دائما عندنا مخزون استراتيجي من الأدوية في شركاتنا، حتى مش بس من الأدوية المصنعة، عندنا مخزون استراتيجي من المواد الأولية ومواد التعبئة أو التغليف، بتكفينا لأشهر حتى لسنة. فهذا كان عامل كتير مهم، عشان هيك مهم يكون في صناعة دوائية وطنية، وهذا الحمد لله تمكننا من تحقيقه. العامل الثاني اللي بيأكد وبيعزز أهمية هذا القطاع هو دوره في الاقتصاد الوطني.
فهو قطاع مشغل رئيس اليوم في بالأردن 23 مصنع أدوية فيهم 70 خط إنتاج. هدول المصانع بيوظفوا 11,000 موظف، 99% منهم أردنيين عكس كثير من القطاعات الثانية، هذا قطاع يعتمد على الأيدي الأردنية. ممتاز. و 37% منهم إناث، وكمان إحنا فخورين بالإناث طبعاً. المرأة عنصر فاعل ورئيسي في الصناعة الدوائية، وكمان هم موظفين من يعني حمل الدرجات جامعية، يعني سكيلد ليبر، عم نحكي عن عمالة مدربة ومؤهلة ومتعلمة مساهمة نعم. جدا في الاقتصاد. طبعا كل وظيفة في الصناعة الدوائية بيقابلها 5 وظائف، لأنه في شحن وتوزيع وتأمين وطباعة وتغليف وكرتون والتسويق، يعني هو قطاع مشغل للأردنيين، وإحنا كتير بنهتم بهذا القطاع نعزز دوره ونزيده، وهذا اللي تم بحثنا نعم. في ورشة العمل. وآخر شيء بدي أقول عن أهمية هذا القطاع، ليه هو مهم هالقد، إنه هو كمان مصدر رئيسي، يعني احنا الدواء هو ثاني اكبر قطاع تصديري بالاردن، 10% 9-10% من اللي بيصدره الاردن كله هو دواء. ثاني قطاع تصديري من الاردن، ثاني قطاع تصديري بالاردن نعم. بيوصل ل 70 دولة بالعالم، احنا بنصدر تقريبا 70% من انتاجنا نعم. ل 70 دولة بالعالم منها اوروبا وامريكا، يعني امريكا هي ثالث اكبر سوق تصديري للاردن نعم. بعد السعودية والعراق. صحيح. فإحنا بنصدر لأوروبا ولأمريكا، موجودين بكل العالم. سمعة الدواء الأردني الحمد لله، يعني سمعة بيفخر فيها كل أردني. أكيد صحيح طبعاً طبعاً. يعني والحلو بالموضوع إنه هي زي ما بنحكيها أخبار سعيدة إنه نضلنا نسمعها والمشاهدين كمان يسمعوا إنه هي من صحيح. أهم القطاعات اللي بتصدر للدول في الخارج. رح أرجع لك دكتورة فادية، ورح نحكي إنه اليوم الأردن ولله الحمد بيرتقي بمستوى جيد من الخدمات الصحية، ومستوى هذه الخدمات يعني خلينا نحكي يستقطب حتى الناس من الخارج. من خلال هذه الورشة أكيد بنطلع إحنا للتطوير وللتحسين و يرتقي مستوى الخدمات الصحية، فما هي الممكنات اللي تم طرحها على طاولة هذه الورشة؟ يعني الحمد لله زي ما تفضلتي مستوى الخدمات الصحية في الأردن جيد، لكن إذا بدنا نكون واقعيين هذا لا يلبي متطلبات المرحلة الحالية ولا المستقبلية للقطاع الصحي، خاصة في ضوء التحديات اللي حكينا عنها واللي بتواجه القطاع الصحي. لذلك في الورشة كانت في منهجية، عملنا على تحديد محاور معينة بدنا نحكي فيها، اللي هي بدنا نعمل على نشوف شو هي الممكنات لهاي المحاور، وحددنا المتطلبات الرئيسية لتنفيذ استراتيجية كل محور. والمحاور اللي تحدثنا فيها كانت أهمها زي ما قلنا هي كانت منطلقة أصلاً من التحديات، لأن عملنا مخطط كامل للقطاع الصحي، فتعزيز الحوكمة كان من أهم الأمور اللي نعمل عليها في محاور اللي اشتغلت عليها الورشة، وتم الاتفاق على وجود مرجعية موحدة تقوم بالتخطيط والتنظيم والرقابة على القطاع الصحي. وايضا كمان احنا عندنا رعايه صحيه اوليه برضه موجوده، يعني ولكن احنا بدنا نقوم بتعزيز الرعايه جميل. الصحيه الاوليه، ويجب اعاده النظر بالنموذج الحالي اللي هو بيركز على انه ارتياد المتطلبي او مرتادي الخدمه الصحيه بشكل كبير باعداد متزايده على المستشفيات والمؤسسات جميل. الصحيه بطاقه تفوق قدره او باعداد تفوق قدره وطاقه هذه المستشفيات، فيجب إعادة النظر بهذا النموذج واستبداله بنموذج بسيط اللي هو الرعاية الصحية الأولية، تعزيز الصحة العامة، واللي بيمكننا من مواجهة جوائح مثل كورونا صحيح. مثل صحيح. ما شفتوا. أيضا تم بحث السياحة العلاجية بمفهومها الأوسع، لأنه إحنا بنحكي سياحة علاجية لكن إحنا حكينا بمفهوم السياحة الصحية واعتبارها أولوية وطنية، لأنها هي كمان بتصب برفض الاقتصاد الوطني. هناك فرص كبيرة لاستغلالها يعني قطاع نعم السياحة ما يتم استغلالها 100%، لأنه شاهدنا يعني ممارسات مؤخرا، وكان لازم إنه النظر في هذا المحور بالذات وتحديد الاستراتيجيات وما يجب عمله كمان نعم. حكينا كمان من التعليم بالورشة، يعني طرحنا محور التعليم المستمر للقوى العاملة في القطاع الصحي وأهمية التدريب المهني لهاي جميل. الموارد البشرية وتوزيعها بعدالة على المحافظات طبعا. وعلى كل الأماكن اللي بيرتادها المواطنين حتى ياخدوا نعم. الخدمة الصحية. وحكينا أهم إشي كمان التغطية الصحية الشاملة،
ومفهوم توسيع مظلة التأمين الصحي بتدرج وكتير أشياء يعني. يعني ما شاء الله طلعتوا بممكنات عديدة وسبل عديدة المفروض أنه يتم اتباعها لحتى يتم تحسين هذا القطاع ونوصل لأحسن خدمات تقدم للمواطن. اسمحي لي أنتقل للدكتورة حنان، وهون بدنا نتحدث عن سؤال بسؤالين، خلينا نقول بدنا نفوت عشان نقدر نكسب وقت وناخذ منكم أكبر قدر من المعلومات. نتحدث عن التحديات في قطاع الصناعات الدوائية وسبل تحسينها. يعني أكيد مثل ما تفضلتي وحكيتي قطاع الصناعات الدوائية عم بيصدر، عم بيكون متقدم مزدهر، بس لا شك إلا ما يكون في بعض التحديات أكيد. فما هي وكيف ممكن نحلها؟ شكرا. التحديات هي كان الورشة الاقتصادية الوطنية كانت هي المجال لطرح وبحث كل التحديات اللي بنواجهها، لأنه إحنا اليوم عم نعمل دور كتير مهم، لكن في عنا مجال وفرص نعمل كتير أكتر من اللي إحنا عم نعمل اليوم، وهذا اللي تم بحثه في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية. اليوم من أهم التحديات اللي بنواجهها ارتفاع الكلف، يعني كلف الطاقة، كلف البشرية، كتير من التكاليف، حتى كلف الشحن، المواد الأولية ومواد التعبئة أو التغليف، ففي ارتفاع كتير كبير بالكلف. وبنفس الوقت كمان إحنا كقطاع تصديري لما بدأنا كصناعة وطنية أردنية كنا نصدر لك معظم الدول في المنطقة وما كان عندهم صناعة. خلال الجائحة كل الدول توجهت لتوطين صناعة وخلق صناعة وطنية عندها، ومنحوهم حوافز وتشجيع حتى أنهم يبدأوا صناعة. جميل. طبعاً هذا بيأثر على تنافسيتنا بهذه الأسواق. صحيح. يعني إحنا سوقنا صغير ومعتمدين على التصدير بشكل كتير كبير، فلما تكون الأسواق اللي إحنا بنقصدها كلها بدأت تعمل صناعة وتدعمها بكل النواحي الدعم، يعني تشجيع ضريبي، منح قطع أراضي مجاناً، كل الممكنات اللي ممكن تخلي صناعة قوية تنشأ بسرعة عم تكون عم نشوفها بأسواق التصدير. حتى في بعض الدول إذا كان في دواء محلي بطلوا يشتروا أدوية مستوردة، خلص ما بطرحوا عطاء، فإحنا يعني ممكن نخسر تواجدنا في بعض أسواق التصدير إذا ما عملنا الخطة اللي تفضلت الدكتورة فادية وقالت إنه في ورشة العمل الاقتصادية كل الأمور اللي تتعلق بالناحية الصحية العلاجية الطبية في الأردن للمواطنين، هذا هو توجيه جلالة سيدنا إنه صحة المواطن أولوية طبعاً. والدواء طبعاً هو جزء رئيسي من صحة المواطن. في كفاءات وخبرات أردنية طبعاً عديدة. صدقاً نحن مستمتعين بهذا الحديث وهذا الحوار. اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على كل ما قدمتوا. الله يعطيكم العافية دكتورة فادية ودكتورة حنان، بنفتخر فيكم، وإن شاء الله هيك بيكون لنا لقاءات تانية ونتحدث أكثر بتفاصيل لكم أكبر عن قطاع الرعاية الصحية وقطاع الصناعات الدوائية. كل التوفيق دائما. رمضان كريم. رمضان كريم وأنتم موفقين. شكرا لكم. شكرا على الاستضافة. نحكي عن كل القطاعات، بنحكي إنه دائما في تحديات في صعوبات، لكن شبابنا يواكب ومتطور، شوية دعم وأمورنا بتصير تنافس الأسواق العالمية.